من سرقة مقتنيات بملايين الدولارات من صفحات بمجلد تاريخي، لأول خطاب لكولومبوس لخريطة فرنسا الجديدة، إليك 10 كنوز فريدة تم سرقتها من المكتبات. هل أنت مستعد؟ عندما زارت جوليا شينغ هومز مدرسة آلان تورينغ السابقة في دورست بإنجلترا عام 1984، خرجت بهدوء ومعها مجموعة كاملة من القطع الأثرية كانت قد تبرعت بها والدة تورينغ للمكتبة. الغريب أن المرأة كتبت في وقت لاحق إلى المكتبة للتعبير عن سعادتها بامتلاكها تلك الأشياء التي سرقتها. بعدها قامت بإعادة بعض القطع عبر البريد، لكنها احتفظت بميدالية تورينغ ودبلومته من برينستون والبطاقة البطاقات المدرسية الخاصة به، بالإضافة لرسالة من الملك جورج السادس. في عام 2018 قدمت نفس المرأة العناصر إلى جامعة كولورادو تحت اسم جوليا تورينغ، حيث ادعت أنها كانت مرتبطة بعالم الرياضيات. في الأخير تبين أنها كانت من المهووسات بتورينغ وكانت تستهدف سرقة مقتنياته لعشقها له. كان الكتاب المقدس في جنيف الذي نشر عام 1615 أحد أندر الكتب التي اختفت من مكتبة كارنيجي في بيتسبرغ خلال واحدة من أكبر عمليات سرقة المكتبات المسجلة على الإطلاق. يزعم أن تلك السرقة التاريخية كان مرتكبوها من داخل المكتبة. تم حتى الآن استعادة 40 كتابا بما في ذلك الكتاب المقدس الذي كان قد تم بيعه إلى متحف لايدن أمريكان بيلغريم في هولندا مقابل 1200 دولار، ولكن أعاده ملاك المتحف إلى بيتسبرغ عندما أدركوا أنه الأصلي الذي تمت سرقته. في عام 1978 اقتحم اللصوص مكتبة ومتحف هاري إس ترومان في إندبندنس بولاية ميسوري، وقاموا بسرقة سيوف وأغماد وخناجر أهداها ولي العهد السعودي الأمير سعود وشاه إيران إلى ترومان. الأسلحة التي تم تزيينها بالذهب والماس والزمرد والياقوت بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1,000,000 دولار، والتي استغرقت عملية السطو عليها أقل من دقيقة ولم يتم استرجاع أي منها حتى اليوم. في عام 1875 حصلت مكتبة بيبليوتيكا نازيونيل مارسيانا في البندقية بإيطاليا على نسخة لاتينية من الرسالة الأولى التي كتبها كريستوفر كولومبوس إلى فيرديناند ملك إسبانيا يصف فيها اكتشافاته في الأمريكيتين. سرقت الرسالة المعروفة باسم طابعة بلانك واحد من المكتبة بين عامي 1985 و1988، واختفت تماما حتى مايو 2003 عندما اشترى جامع تحف عن غير قصد الرسالة من تاجر كتب نادرة في الولايات المتحدة. تم تعقبه من قبل المحققين وتم فحص النسخة ووجد أنها نسخة بلانك الأولى الأصلية. في الأخير وافق المالك على تسليم الرسالة بالرغم من قيمتها السوقية التي قدرت آنذاك ب1.3 مليون دولار. عندما اقتحم لص حقائب ستاند عرض زجاجي مصفح في مكتبة ولاية نيو ساوث ويلز، تمكن من سرقة 12 قطعة نقدية استرالية بقيمة إجمالية تقارب 1,000,000 دولار استرالي. تلك القطع كانت العملة الأولى والأغلى إلى حد بعيد، وهي الدولار المقدس الذي كان أول عملة يتم سكها في استراليا، والتي تعتبر من أندر العملات الأثرية في العالم. العملة التي لم يتبقى منها سوى 300 قطعة فقط حول العالم سرقت ولم تسترد حتى اليوم. بعد وفاة جون كينيدي عهدت عائلته إلى السكرتيرة الشخصية لكينيدي منذ فترة طويلة إيفلين لينكولن بحفظ أمتعته الشخصية، وقد حفظتها بالفعل بمكتبة كينيدي الأثرية. ومع ذلك قررت لينكولن من تلقاء نفسها الاحتفاظ بالعديد من تلك القطع بما فيها كرسي كينيدي الهزاز الشهير. في الأخير تم استرجاع القطع المسروقة في عام 2003. في عام 2004 أدرك مدير المكتبة أن صورة بحجم 5 أقدام في 4 أقدام لفرانكلين دي روزفلت قد اختفت في ظروف غامضة. يبدو أن اللوحة قد تركت في صندوق شحن عند عودتها من الأرشيف الوطني بواشنطن العاصمة ولم تشاهد مرة أخرى. في وقت لاحق في عام 2011 تم القبض على رجلين في المكتبة أثناء محاولتهما سرقة وثائق تاريخية. وحينما داهم المحققين الفيدراليين شقة أحد اللصوص عثروا على 10,000 قطعة تاريخية مسروقة، منها 7 نسخ من خطاب تنصيب فرانكلين التاريخي بجانب كل المسروقات السابقة من المكتبة الرئاسية.
قبل إلقاء القبض عليه وإدانته في عام 2006، سرق لص الفن الأمريكي سيء السمعة فوربس سمايلي ما لا يقل عن 97 خريطة نادرة تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دولار. لقد سرق العديد من المكتبات، إلا أن مكتبة بوسطن العامة كانت المفضلة لديه. إحدى الخرائط التي اختفت من المكتبة كانت خريطة سامويل دي شامبلن لفرنسا الجديدة التي تعود إلى القرن 17، والتي توضح بالتفصيل منطقة تمتد من اليوم الحالي ما بين كيبيك ونيوفاوندلاند. الطريف أن سمايلي لم يعترف أبداً بسرقة الخريطة، لكنه كان آخر من شاهدها عندما توفي جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند في عام 1964. تم تسليم العديد من الهدايا التي تلقاها من كبار الشخصيات إلى متحف ومكتبة نهرو التذكارية في نيو دلهي. كان أحد هذه العناصر خنجر ذهبي بشفرة منحنية قصيرة قدمه ملك المملكة العربية السعودية إلى نهرو في عام 2016. اكتشف موظفو المكتبة أن ستاند عرض يحتوي على الخنجر بالإضافة إلى صندوق عاجي ثمين وحاوية لفافة قد تحطمت، وتم سرقة الخنجر منها. في الأخير تم القبض على 2 من عمال الصرف الصحي في المتحف بعدما اعترفوا بقيامهم لسرقة الخنجر لسداد ديون متراكمة عليهم. في عام 2009 أدين المليونير فرهاد حكيم زادة بسرقة صفحات فردية من كتب قديمة من كل من المكتبة البريطانية ومكتبة بودليان في إكسفورد باستخدام مشرط، حيث قام بقطع صفحات من مجلدات تعود إلى القرنين 16 و17 بعناية فائقة، بما في ذلك خريطة عمرها 500 عام رسمها فنان البلاط الفرنسي الملكي هنري فيل. فضح أمر حكيم زادة بعدما لاحظ المشككون أن 112 مجلد من بين 842 مجلد الذين قرأهم في المكتبة قد تم تشويههم وسرقتهم بتلك الكيفية، وبمداهمة منزله عثروا على أكثر من 100 صفحة لتلك المجلدات، وكانت من أهم الصفحات على الإطلاق. لاحقا ادعى حكيم أن وسواسه القهري هو الذي دفعه إلى إزالة الصفحات لإكمال مجموعته الضخمة الخاصة به، حتى أنه أخبر المحكمة أنه في ليلة زفافه ترك فراشه وعروسته ليذهب لتلميذه كتبه. في الأخير لم تقتنع المحكمة بذلك السبب وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين.